السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. من صحيفة العرب الجديد: تجدد تظاهرات بغداد والجنوب وسقوط 4 قتلى نتيجة القمع الحكومي خلال يومين. من عربي 21: اغتيال ناشطين في الحراك الشعبي على يد مسلحين مجهولين في ميسان. من صحيفة المدى: حراك شيعي لاستنساخ تجربة 2006 في اختيار رئيس الحكومة. ومن صحيفة الزمان: استياء في كربلاء من تجوال الزائرين الإيرانيين في الأسواق. من صحيفة البصائر: تحذيرات من كارثة صحية في العراق بسبب البنية الصحية المتهالكة. ولدينا من الشرق الأوسط: الصين تعلن السيطرة على كورونا، ومشكلة إيطاليا تتعمق بإصابات ووفيات جديدة. وأخيرا من الخليج الإماراتية: في إطار تطبيق الاتفاق مع طالبان، الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدتين في أفغانستان. أهلا بكم من جديد. كشفت صحيفة العرب اللندنية عن تلقي السلطات العراقية مؤشرات تؤكد أن الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينن بلاسغارد بشأن القمع الذي تعرض له المتظاهرون العراقيون خلال الشهور الخمسة الماضية على أيدي قوات الأمن والميليشيات قد تقود إلى فرض عقوبات على مسؤولين وقادة ميليشيات أو تفتح أمامهم باب الملاحقة القانونية. الصحيفة أشارت إلى أن بلاسغارد قالت في إحاطتها أمام مجلس الأمن في الثالث من الشهر الجاري إن أجهزة الأمن والجماعات المسلحة مارست عنفا مفرطا ضد المتظاهرين فتسببت في قتل الآلاف وجرحهم وتغييبهم. وقالت الصحيفة إنها اطلعت على أجزاء من تقرير سري ومحدود التداول قدمته بلاسغارد إلى مجلس الأمن بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات في العراق. أكدت فقرات أن أجهزة الأمن ومجموعات مسلحة تورطت في أعمال عنف بشعة ضد المتظاهرين تضمنت القتل والاعتداء بهدف الإعاقة والاعتقال القسري وسوء المعاملة والتعذيب والعقوبة البدنية والإعدام الفوري والتهديد بالاغتصاب والاعتداء المخل بالشرف والعقوبات الجماعية والفردية والحصار وفرض دية مالية على أهالي المتظاهرين والاعتداء على الكرامة الشخصية. وأكد التقرير أن لجانا دولية تعمل على تتبع المتورطين في هذه الأعمال بهدف استحضار عقوبات دولية ضدهم وملاحقتهم قانونيا وتجريمهم. وتعتقد السلطات العراقية أن العقوبات والملاحقات القانونية الدولية قد تشمل مسؤولين وقادة ميليشيات من الصف الأول. وتقول مصادر حكومية رفيعة إن بغداد تلقت بالفعل مؤشرات على إجراءات دولية ضد شخصيات تنفيذية وعسكرية وأمنية وميليشياوية بارزة بتهمة التورط في القمع المميت للتظاهرات. الصحيفة أشارت إلى أن النائب عن تحالف الفتح المقربة من إيران محمد الدراجي، وهو وزير سابق، قد أقر أن إحاطة بلاسغارد حولت النظام السياسي العراقي برمته إلى نظام مارق أمام المجتمع الدولي، محذرا من تبعات خطيرة لهذا التصنيف. بين معضلة تكليف رئيس جديد للوزراء ورأب الصدع بين مكوناته وخروج تصدعات البيت السياسي الشيعي عن السيطرة، أرسلت طهران على عجل سكرتير مجلس الأمن القومي علي شمخاني إلى بغداد لعله يستطيع الحد من إشكاليات تعاطيها مع العراق بعد غياب سليماني. مصطفى فحص يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن ضرورات التدخل الإيراني المباشر فرضت نفسها بعد أشهر على استهلاك البيت الشيعي ما في جعبته من أسماء. إلى بغداد وصل علي شمخاني في زيارة غير متوقعة لا تتطابق مع الشروط الصحية لمكافحة وباء كورونا، خصوصا أنه متفش وسط الطبقة السياسية الإيرانية، إلا أن المرحلة تتطلب إجراء فحوصات سياسية
لأعضاء البيت السياسي الشيعي، مما قد يستدعي وضعهم في الحجر نتيجة إصابتهم بداء الفشل الذي أعاق عملية اختيارهم مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة، مما يرفع احتمال إصابتهم بعقم سياسي سيدفع بطهران إلى التفكير في مرشح من خارج البيت، وذلك تجنبا لمواجهة معضلتين: الأولى القلق من الفراغ السياسي في العراق، والثانية تمرير المرحلة الانتقالية ما بين جنرال نافذ رحل ووريث مجهول غير مؤهل في بغداد. أدرك شمخاني أن وجوه هذا النظام لم تعد تتطابق مع مواصفات الشارع، فلم يقصر زيارته على الأسماء المعروفة والمألوفة، فكان لقاؤه رئيس جهاز المخابرات الوطنية العلامة الفارقة في زيارته، لقاء يحمل دلالات كبيرة، خصوصا أنه جاء بعد اتهام ميليشيات حزب الله رئيس الجهاز مصطفى الكاظمي بالضلوع في اغتيال سليماني والمهندس، والتهديد بحرق العراق إذا تم تكليفه بتشكيل الحكومة، وهو ما قد يدفع بالقوى السياسية النافذة في البيت الشيعي إلى إعادة حساباتها. الكاتب يرى أن زيارة شمخاني ولقائه الكاظمي لا يمكن وضعها إلا في إطار الارتباك الإيراني والعجز عن إيجاد مخرج لمعضلتها العراقية، فكلفت شمخاني باستطلاع الموقف والاحتكاك السياسي المباشر مع الكاظمي بعد فشل الاحتكاك الفصائلي، وهي حركة استباقية من طهران قبل أن تفرض عليها التطورات الداخلية والخارجية التعامل مع واقع جديد من خارج حساباتها. فاللقاء كشف عن حجم مأزق القيادة الإيرانية وارتباكاتها. من الأسباب التي ساهمت في تنامي الدور الذي تؤديه التوك توك أن هذه العربة هي من نتاج الصراع الذي تخوضه فئة مهمشة من المجتمع العراقي من خلال تحدي الحدود والقيود التي يفرضها الوضع القائم. حارث حسن يقول في صحيفة المدى إن التوك توك بمثابة صورة مستعارة عن الحركة الاحتجاجية التي أشعل الشباب شرارتها وأبقوها متقدة، ومعظمهم من العاطلين عن العمل أو ممن يعانون من البطالة المقنعة أو من الطلاب الذين هم مشاريع عاطلين عن العمل. لم يكن لدى سائقي عربات التوك توك ما يخسرونه عندما قرروا الانضمام إلى المتظاهرين، وقد ساهم قرارهم هذا في توسيع مجال نشاطهم وتحسين مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتمثل الحركة الاحتجاجية أيضاً النضال الذي يخوضه تحالف من الأفراد والمجموعات الذين يريدون الحصول على الاعتراف وعلى حصة أكبر من الموارد المادية والرمزية في العراق، ومن المساحات التي تسيطر عليها الفصائل الحاكمة والمجموعات الإسلامية. للحركة الاحتجاجية طبقات وأصوات متعددة تعكس أولويات مختلفة، فهي تتعلق في نظر البعض بالإصلاح الجوهري للمنظومة السياسية، ويرى فيها آخرون تحركا داعما للعدالة الاجتماعية والاقتصادية، أو رافضا للتشدد الإسلامي والقيم المحافظة المرتبطة به، ويعكس النزول إلى الشوارع وتنظيم التظاهرات التسييس المتزايد للشباب بقدر ما يعكس فشل قنوات السلطة القائمة في تمثيلهم أو استيعابهم. تنشأ حدود جديدة في العراق بين من يفيدون من توزيع الثروة النفطية على نحو مسيس وغير متكافئ ومن لا يفيدون منها، وغالب الظن أن هذا الشرخ سوف يتعمق فيما تستمر الفصائل الحاكمة وبيروقراطية الدولة التي وصفها خبير اقتصادي عراقي بأنها اللوبي الأكبر في البلاد في مقاومة أي إصلاح جوهري من شأنه إلحاق الضرر بمصالحها. بحسب الكاتب فإن الحركة الاحتجاجية يمكن النظر إلى أنها شكل من أشكال المساومة بين المحتجين والقوى التي تفيد على بقاء المنظومة على حالها، ومن غير المرجح أن ينتهي ذلك بإلحاق أحد الفريقين هزيمة كاملة بالفريق الآخر، فالوضع الراهن لم يتبلور عنه أي بديل واضح.
يشيع أن الانتفاضة العراقية ضد الطغمة الفشل والفساد والقتل فقدت وهجها وأصبحت بفعل الوقت فعالية شعبية تقليدية غير قادرة على إرغام القوى السياسية على تبديل مواقفها وسياساتها الاستحواذية كما يرى البعض. باسم الشيخ يرى في صحيفة الدستور العراقية أن جذوة الاحتجاجات ما زالت مشتعلة لكنها تحت الرماد. يستفيد أتباع وأذناب الفاسدين من خبو جذوة الاحتجاجات بالترويج لعدم جدواها، وأن من يقف وراءها قد سحب يده عن دعمها، وباتت القوى السياسية المخترقة لصفوفها هي المتحكمة، وهي من توجه مساراتها خدمة لمصالحها. وإن الإبقاء على مظاهر الاعتصام هو إضرار بمصالح الناس، وتسبب بفقدان الدعم والتأييد الشعبي، وتجرأ هؤلاء على تسفيه أي بادرة أو فعالية ينظمها المتظاهرون، حتى أن بعض وسائل الإعلام الموالية للسلطة أخذت تعتم على نشاطات الاحتجاجات وتتجاهل التغطية الإعلامية لها، ويعلل هؤلاء ما يروجون له بالتسويف والمماطلة التي اعتمدتها القوى السياسية لتحقيق مطالب المتظاهرين، ويضربون المثل بما حدث من تمثيلية في تكليف محمد علاوي، ومن ثم اعتذاره، وكيف تمسكت قوى المحاصصة بمنافعها من دون الاهتمام بالمطلب الرئيس الذي يرفعه المتظاهرون والمتعلق برفض المحاصصة وتشكيل حكومة مستقلة غير تابعة للأحزاب. لكن قوى الفساد ضربت ذلك عرض الحائط وكشرت عن أنيابها جهارا وعلنا للإبقاء على التحاصص وتوزيع وزارات الدولة كغناء فيما بينها. وللذين يتوهمون أنهم انتصروا بمعركة الفساد ضد الإصلاح، عليهم أن يدركوا جيدا أن ما يشهدوه من هدوء في ساحات التظاهر والاحتجاج إنما هو الهدوء الذي يسبق الانفجار. الكاتب يقول إن الإخفاقات والاستهانة بمشاعر العراقيين ودماء أبنائهم وتضحياتهم أخذت تتراكم على بعضها، ووصل الاحتقان حدا لا يحتاج إلا لقدحة زناد فيتفجر الغضب، ولن يتسع الوقت للذين توهموا الانتصار على الإرادة الشعبية لكي يلوذوا بملاذاتهم الآمنة، حيث سينفض العراقيون الرماد عن غفلتهم وتلتهب نار نقمتهم لكنس أراضي السفلة والفاسدين كما يقول الكاتب. تناولت صحيفة لوموند الفرنسية مأساة النازحين السوريين من قصف قوات النظام السوري وداعميه الروس لمحافظة إدلب. ونقل مراسل الصحيفة بنيامين بارت عن بعض النازحين في مخيم قرب معبر باب الهوى قولهم إن العديد من الأطفال ماتوا من البرد في الأسابيع الأخيرة. ويصف المراسل النازحين في إدلب أنهم عالم يعيش خارج العالم. المراسل يقول إن سكان هذا المخيم الذي يشبه المعسكرات يعتمدون كليا على ما توزعه الأمم المتحدة من مساعدات، حتى إن بعض النازحين أحيانا يبيعون سلة طعامهم لدفع ثمن موقع خيمتهم. ورأى المراسل مدينة إدلب التي تحمل آثار 9 سنوات من الحرب رمادية وحزينة ومليئة بالمباني المحطمة وأكوام الأنقاض وبقايا القنابل، ولكنها خلافا للمدن التي تم هدمها وتهجير سكانها بالقوة لا تزال على قيد الحياة، تمتلئ حديقتها العامة بالعائلات التي أتت لتذوق الساعات الأولى من وقف إطلاق النار. ورغم دفق الحياة الذي يصفه المراسل في المدينة متمثلا بالمطاعم والألعاب لا تكاد المأساة تغيب عن عينيه، فهذا المسجد الكبير يضج بصراخ الأطفال وهو يعج بالناجين من سراقب التي وقعت في يد النظام. وهذا ملعب المدينة الذي كان مكانا للحفلات أصبح مليئا بالحزن. ويقول المراسل إن هذه هي الرسالة التي بعثها مشردو إدلب، وهي أن نزوحهم ليس نتيجة مؤسفة للحرب بل هو الغاية من الحرب أصلا، فنظام الأسد يعلم أنه لا يمكن أن يسيطر على هذه المنطقة ما دام فيها هؤلاء السكان الذين يكنون له العداء، وإذا لم يوقفه أحد
فيمكنه أن يدمر حتى خيام المشردين. مراسل صحيفة لوموند الفرنسية يختتم تقريره بالإشارة إلى أن سكان إدلب وإدراكا منهم أنهم يواجهون حرب إبادة، فقد اقتنعوا جميعا تقريبا أن الهدنة لن تدوم، وهم لذلك يحاولون بكل الطرق عبور الحدود التركية في رحلة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. مر الاتفاق الذي تم توقيعه في الدوحة يوم 29 من فبراير شباط الماضي بين واشنطن وحركة طالبان مرور الكرام. علي أنزولا يقول في صحيفة العربي الجديد أنه على الرغم من الأهمية التي يكتسبها هذا الاتفاق الذي وصف بالتاريخي، لأنه يسعى إلى إحلال السلام في أفغانستان ويضع حدا للوجود الأمريكي الذي استمر 19 عاما، إلا أن وصفه بأنه اتفاق سلام بعيدا عن الحقيقة، لأن السلام في هذا البلد الذي مزقته الحروب ما زال بعيد المنال. الأمر في الحقيقة يتعلق باتفاق استسلام وقعته أكبر قوة عسكرية في العالم مع حركة كانت تصنفها واشنطن حتى وقت قريب على لائحة التنظيمات الإرهابية، وما زالت تضع بعض قادتها على لوائحها السوداء. إنه إعلان غير رسمي لأكبر هزيمة تلحق بالقوة العسكرية الأمريكية منذ هزيمتها التاريخية في فيتنام عام 75 و900 ألف. لقد استسلم الأمريكيون بعد عقدين من الفوضى زرعوها في المنطقة ومن الحروب المنهكة للأمر الواقع، وقرروا المغادرة والقبول على مضض لتوقيع اتفاق سلام هش على شكل هزيمة غير معلنة، وقبلوا شروط طالبان التي رفضت إشراك الحكومة الأفغانية في مسار المحادثات أو في حضور حفل التوقيع، وهو ما يجعل من الاتفاق أو الصفقة حسب قاموس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة مبطنة لغطرسة وغرور أكبر قوة عسكرية في العالم. كان الأمر مزعجا بالنسبة للأمريكيين وحلفائهم من 40 دولة الذين غابوا عن حفل التوقيع الذي تم في الدوحة، لأن الكل كان يعي أن الأمر يتعلق بتوقيع على استسلام أمريكا وحلفائها الذين ورطتهم معها في حرب مكلفة وغير ضرورية انتهت بالتوقيع على هزيمتهم المذلة أمام التنظيم المتمرد. بحسب الكاتب فإن ما سيعطي الاتفاق الدوحة معناه ليس هو السلام الغامض الذي لا حد أو لا أحد يمكن أن يتنبأ بموعد حلوله في أفغانستان، وإنما هو مدى قدرة الأمريكيين وساستهم على استيعاب الدرس من عدم تكرار حروب طويلة ومكلفة وعقيمة تخلف آثارا وخيمة عليهم وعلى العالم أجمع. أظهرت أحدث دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن فيروس كورونا لديه متوسط فترة حضانة تبلغ 5 أيام، وأوضحت صحيفة العرب القطرية أن العلماء درسوا 181 حالة لمصابين بالفيروس خارج مقاطعة هوبي في الصين قبل 24 من شباط فبراير من هذا العام، ومن خلال تسجيل وقت التعرض المحتمل وظهور الأعراض والحمى واكتشاف السلطات لكل حالة، أنشأ الفريق أنموذجاً لتوزيع فترة الحضانة، ووجدوا أن أقل من 2.5% من المصابين ستظهر عليهم الأعراض في غضون يومين، وخلال فترة الحضانة المتوسطة المقدرة بخمسة أيام ستظهر الأعراض على 97.5% من المصابين في غضون 11 يوماً. وقال أخصائي الوبائيات جاستين ليسلر من الجامعة إنه بناء على تحليلنا للبيانات المتاحة للجمهور فإن التوصية الحالية للمراقبة النشطة أو الحجر الصحي لمدة 14 يوماً هي معقولة. والآن إلى الكاريكاتير.
في الختام شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.